انا بصراحة اول مرة اشوف حاجة زي كده، وانا مش بفهم اصلا في الكمبيوترز قوي. لما يجي لي ايرور مسج بسيبه لغاية لما الاقي الكمبيوتر بايظ، وبعدين بوديه حد يصلحه. يبقى اللي حاجة ممكن تصلح الكمبيوتر دي معجزة، ولو في اي كوربشن بتصلحها على طول في ثانية، تديك حاجة خضرة كده تشيك مارك وخلاص على كده.